السؤال الأول في هذه الحلقة من المستمع عين ميم ألف من الرياض، يقول: أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ صالح الفوزان. أولهما يقول: توفي والدي رحمة الله عليه، وذهبت لزيارة قبره في المقبرة، فلا أدري ما كيفية السلام عليه وعلى جميع الأموات، أرجو أن تبين ذلك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن زيارة القبور لغرض السلام على الأموات والدعاء لهم والاستغفار لهم أمر مشروع وسنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبور الغرض منها شيئان: الشيء الأول الدعاء للأموات المسلمين والاستغفار لهم، الشيء الثاني الاتعاظ والاعتبار بأحوال الموتى. ففيها مصلحة للحي ومصلحة للميت. مصلحة للحي في كونه يعتبر ويتعظ ويتذكر ويلين قلبه، ومصلحة للميت بأن تلحقه دعوة صالحة من أخيه الزائر. وصفة زيارة القبور والسلام عليهم أنك إذا أقبلت عليهم، أقبلت على القبور، تستقبلهم بوجهك وتقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ارحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا لعموم الأموات في المقبرة. ثم تذهب إلى القبر الذي تريد زيارته بالخصوص، فتقف عليه وتسلم عليه السلام المعتاد مع الأحياء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تدعو له بما تيسر من الدعاء مستقبل القبلة، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتدعو للميت ثم تنصرف. نعم، في أثناء إلقاء السلام على الميت يكون القبر بينه وبين القبلة بين مسلم القبلة. يصلح هذا، ويصلح أنه يأتي من قبل وجهه، ويصلح أنه يقف ويستقبل القبلة. نعم، واقفا أو قائما كله سواء.